دريري السلام عليكم. سافا، هذا توتوريال واقيلا التالت والتالت. تعلمنا المرة اللي فات البراش، وتعلمنا سميتو الاي دروبر. اليوم غادي نتعلمو عاوتاني جوج ديال الحوايج زوينين بزاف و تيستعملو بزاف بزاف. غادي ما نقدروش نخدمو على هاد التصويره ديال لحقاش ما بيناش، غادي نجيبو تصويره اخرى. التصويره انا لقيتها في الانترنت. نديرو امبورت نيو. اوكي، نجيب واحد التصويره جديده الرق. واخا هادي ديال قبيله ديال التوتوريال الاول. كما كنا غنتعلمو جوج حوايج، الحاجه الاولى هي سبوت هيلوم براش، الحاجه الثانيه هي الكلونر. غنتعلم اول حاجه غادي نعرفو في هذا سبوت هيلوم براش، غنبداو بيه. غنديرو الاولاني. هاد التول هذا زوين بزاف. وكيفاش يخدم؟ وانه تيشد البلاصه اللي حطيتي عليها هاد الهيلوم براش، تحيدها ولكن تعوضها بالكولور اللي دايرين بها. مثلا هاد الحبوبه هذه غنديروا لها لاتين كليكي وهو تحيدها. غادي نعاودو لحقاش ما تاخديناش مساحه مزيانه. غادي ناخذ شويه طويل. صافي تحيدها هو عادي، تيشد الكولور اللي دايرين بديك البلاصه وتعوضهم في بلاصة هذاك اللي بغيت تحيد. اذا هذه هي الخدمه ديال هاد سبوت هيلين براش. كاين عاوتاني في واحد الحاجه ديال الريد اي تول، شي مرات تصوروا تيكونوا العينين حمرين، هذا تحيدهم. صافي عادي تحيد العينين الحمرين من التصويره. ثاني حاجه غنشوفو هو الكلونر، هذا تحيد الحبوبه وهذا تيردها، تخرج منها بزاف. كيف زعما تيكلوني البلاصه، تيخرج منها كلون، تيكوبيها ويكوليها. مثلا هاد الحبوبه هادي تنكليكيو ديما على الت عقل، خصك تكليكي على الت وتتكليكي المره الاولى باش تعطيه البلاصه منين يبدا. وتجي مثلا هنا بغينا حنا نديرو الحبوبه الاخرى هنا، صافي درناها. نحاولو نبدلو شويه الفلو باش تبان الحبوبه مزيانه. حنا نكترو الحبوب، هاي ولات غايبه بزاف كاع. هذا يمكن لي يدير شنو، يرسم العين عين اخرى عاوتاني. اش غنديرو عاوتاني؟ كنبركو على كونت على الت، نعطيو البلاصه منين يبدا، تنكريكيو مره واحده وتنطلقو نديرو حنا عين في بلاصه هاد الحبوبه. تجي تبقى بارك وتترسم دي انت، هو يرسم لنا ديك العين، تيرسمها لنا هنا. ها زوينه، دي حيدنا حبوبه ودرنا عين. المهم ماشي مشكل، نرجعو كما قلنا في التوتوريال اللي فاتو، غنعاودها المره الثانيه كنترول الت زد باش ترجع. اذا صافي، هذا الكلونر، هذا الباترن، هذا في بلاص مي يكوبي تحيد كاع، تيدير باك جراوند اخرى، تيدير اريير بلون اخرى بحال هكا. تي خصك ما تستعملش بزاف. المهم اللي تيستعملو بزاف هو سبوت هيلين براش. كما كنا غادي نعاودو نراجعو المره الاولى، تي سيريك داكشي اللي وسط الدائره تحيدو، تعوضو بالالوان بالمعدل ديال الالوان اللي كاينين خارج الدائره بحال هكا. واش يعطينا هادشي؟ تيحيد لنا داكشي اللي في الدائره بلا ما يعيق كما تيقولوا. الكلونر تيشد بلاصه وتعاودها. هنايا تنبركو على كونترول وتنكليكيو بحال تنعطيو البلاصه منين يبدا يكلوني، وتنشوف حنا فين بغينا نحطو هذيك البلاصه. نديرو لها حبوبه في السنان، هاهي ندير حبوبه اخرى هنايا. الا بغينا الحبوبه ما تبانش بزاف نحيدو الفلو، كما راه شفنا المره اللي فاتت الفلو شنو هو. ونديرو لها حبوبه اخرى هنايا، مسكينه هاد البنت. صافي، هذا هو الدور ديالهم. اذا نشوفكم في توتوريال اخر ان شاء الله.